للحديث عن الواقع الزراعي وتدمير الأراضي الزراعية واستملاكها في محافظة ديالى معنا الكاتب والباحث السياسي السيد محمود الجاف. سيد محمود، بداية مرحبا بك، كيف تصف واقع الأراضي الزراعية في محافظة ديالى خلال السنوات الأخيرة؟ نعم أخي، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي لك والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا وبعد. حياك الله. الحقيقة في البداية لابد أن نفهم أن الحرب التي تشن علينا هي حرب شاملة، هذا الموضوع جدا مهم وضروري، وهذا النوع من الحروب يستخدم فيه معظم الثروات المادية والبشرية، وهنا لا يتم التفرقة فيها بين المحاربين والمدنيين، ولهذا يدفع العز الجزء كبير من ضريبة الدمج والتهجير والخراب. كل هذا من أجل إخضاع شعبنا، الكل يعتبر هدف. هذا الأمر جدا مهم نفهمه ونعرفه في كل مراحل حياتنا ومنها في خططنا الاستراتيجية. من العام 539 قبل الميلاد، منذ أن غزا كورش بابل حتى الآن، كل الحروب اللي دخلناها مع وكر الأعور الدجال هي حروب شاملة استهدفت كل شيء فوق الأرض وتحتها، آخرها قطعوا حتى المياه من أجل القضاء على الأراضي الزراعية في عربستان طبعا أولا، وإفرازها من أهلها وتهجيرهم للسيطرة على منابع النفط اللي تسخر بها المنطقة، وبذات الوقت أيضا تدمير العدو الأبدي لهم وهو العراق وتجويع شعبه حتى يكون معتمد كليا على إنتاجهم، وهذا الذي يحصل الآن. قطعة إيران حتى الآن 45 رافد وجدول موسمي كانت تغذي الأنهار والأهوار وحولتها إلى الداخل الإيراني، منها الكرخة والكارون والطيب والوند، نهر هوشياري حتى اللي يغذي مدينة السليمانية أيضا. بساتين ديالى أخي العزيز كانت تنتج الحمضيات بالسابق بحدود مليون طن سنويا، حاليا 93 ألف طن فقط. كانت تفوز ديالى في كل سنة في مهرجان الحمضيات اللي قيمة الدولة، كان فيها الغابة الحمراء اللي هي أكبر موقع ينتج أجود أنواع الرمان بالشرق الأوسط، الآن ماتت. الفساد الحكومي شجع على تدمير البساتين وتوزيعها كقطع سكنية وثم بيعها بأسعار كبيرة للفئة الشخصية. مدير الزراعة شخصيا صرح، مدير زراعة ديالى الأستاذ حسين الخضير، صرح بأن جميع المناطق اللي تسقى من حمرين غير مشمولة بالخطة الزراعية، للعلم أنه هي من خانقين تقريبا أنت إلى أطراف بعقوبة قرب بعقوبة، هاي كلها تعتمد بالزراعة على حمرين زين، والعظيم وبني سعد أيضا اللي هي تعد سلة العراق بالخضروات غير مشمولة بالزراعة، وهكذا فقدت ديالى تقريبا أكثر من 90% من مصادر الزراعة بها والأرض اللي تزرع بها، وفقدت المحاصيل في أغلب البساتين بنسبة كبيرة، الموجود بكميات والموجود حاليا طبعا كميات قليلة وبجودة أقل بسبب الجفاف. كذلك ضررة النخيل أيضا جراء مرض عنكبوت الغبار اللي انتشر بشكل كبير، لأنه تعرف حضرتك ويعرف جميع المشاهدين كانت الدولة سنويا بالطائرات الزراعية الطائرات السمتية الزراعية تنشر وتكافح الأراضي والأشجار والبساتين كلها، حاليا اختفت بعد 2003 بطبيعة الحال. كل ذلك أن القطاع الزراعي هو بطبيعة الحال في أي بلد يعتبر العمود الفقري لاقتصاد هذا البلد، ولكن في العراق يتم تهميش الفلاحين، بالتالي هناك أضرار كبيرة تعود تتسبب بها هذه الممارسات ضد الفلاحين على موضوع الأمن الغذائي وجعل العراق مكشوفا وبحاجة إلى جميع الدول، أي ليس فيه لا زراعة ولا دعم للفلاحين. ماذا عن التهجير الديموغرافي أستاذ محمود؟ يعني إلى أي مدى أثر التغيير الديموغرافي على قسم ظهر الواقع الزراعي في العراق؟ أخي، معظم السكان اللي من بعقوبة حتى الحدود الإيرانية هم أغلب أكثر من 75% عملهم يختص بأما الزراعة أو صيد السمك في بحيرة حمرين. لما انتهت الزراعة بشكل عام ودمرت البساتين تماما وتوزعت على شكل قطع أراضي سكنية وتم بيعها وانتهت الزراعة وتم تهجير أهلها، فانتهت الزراعة بمحافظة ديالى. إذن لابد من الاعتماد على الموجودين حاليا في التسويق سواء لداخل العراق أو المحافظة نفسها على الجارة إيران، وهكذا انتهت الزراعة تقريبا بديالى للأسف، والمهاجرين لحد الآن ما عادوا، والعادة وأعداد قليلة جدا، والدولة أنت مثل ما تعرف حاليا لحد الآن ما انهت ملف المهجرين والنازحين، وبهذا لا توجد زراعة.
حاليا طالت امطار هسه حاليا هذا الموسم من فضل الله، وده نشوف، لكن من اللي يزرع؟ وين المزارعين؟ لماذا لا توجد خطط حكوميه لحصاد مياه الامطار من اجل الزراعه؟ لماذا الدعم الحكومي غائب منذ عام 2003 والى الان؟ يعني هذه سلسله من الممارسات الحكوميه ضد الفلاحين انعكست بالتالي بالسلب على الواقع الزراعي في العراق. هل هذا الامر من وجهه نظرك سوف يستمر مع بقاء نظام المحاصصه طبعاً، الذي يغيب عنه دعم الفلاحين؟ طبعا من المؤكد سيستمر. اخي العزيز، الاحتلال للاسف اجى، الاحتلال الصليبي الصهيوني الصفوي للاسف غلغلت مخالبه في جسد العراق، واعتقد من الصعب الان كشفه نهائيا، وبدا يقتل في كل شيء، بدا من الزراعه ثم حتى الثروه السمكيه وغيرها ومياه الانهار، ودمر كل شيء، الصناعه، الزراعه، ودمر البلد، دمر اقتصاده، دمر زراعته، دمر صناعته، دمر كل شيء فيه، التعليم الى اخره. وشعبك اغلبه نازح او مهجر او مهاجر، فانت تزرع على منو والمنو؟ وبالنتيجه هو اصلا واحده من اهم خططه يعني عدم السماح لك بالنهوض، والنهوض واقعك في كل المجالات، حتى ما تعود العراق مثل قبل، الدوله القويه اللي يمكن ان تواجههم في يوم من الايام. وهذا مطلب اعتقد لكل الدول الاقليميه اللي تكرهنا، ومثل ما ذكرت لك خصوصا الجاره ايران للاسف. نعم، شكرا استاذ محمود الجاف، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.